ما هي ابلغ حاجه دم البني ادمين بتطلع. اتكلم بعد كده تقول ايه؟ اتكلم بعد دي تقول ايه؟ تقول ايه دم البني ادمين دي؟ دم البني ادمين والطلقات في اكثر من كده؟ عايز تخش على العربيه كده. الله في العون. شوف يا شيخ. عايز تخش على العربيه كده تفرجها كده. هم عارفين. فرج اكيد لازم يعرف. محدش يروح، محدش يعمل، محدش هنا وتعالوا هنا اهو. ونطلع الجيش شوية نهدي فيهم. يا جماعة ما استخدموش الأسلوب ده مع الناس. دول إخواتكم مش يهود. ولا حياتي يا مانتو نادي. مفيش إلا ظابط واحد بس محترم اللي هو عند السفارة الأمريكية. قال لي بس حاولوا تحطوا أي حاجة قدامهم كده عشان محدش يعدي. قال إحنا مكتوب على وش المندسين مندسين. الناس طلبة وناس متعلمة وناس مع ماجستيرات وبكالوريوسات. مش زي ما الإعلام بيصور يقول لك ده شوية بلطجية. بلطجية مين؟ بلطجية مين؟ اتفضل شوف الطلاق مع الاخ الثاني عشان يقولوا دي جاي كمان انا جايبها من بيتي ولا حاجه. اتفضل الاخ الثاني اهو ولا نفس الطلقه تقريبا اهي اختها واقفه جنبيها بنت عمها. طلقات حيه طلقات ما طلبتش. بص الاخ ده ايديه كده مدهون احمر ولا ده طلقات دي ولا ايه؟ ولا دم يا عم دي مش مضروبه. بص صور عشان ملوا عينيكم عشان الانتخابات. اتفضل دم بلدي. بتكلم انت يا عم. انا عايز اقول له صلاه على النبي. بكلمك ادي ايه ده طلع مني عمك عمك. ها انا عايز اقول للناس شوف حالك شوف شغلها وتاكل عيش. احنا برضه جايين الصبح عشان نشتغل والناس اللي كانوا شايلين. شوف حالهم والناس اللي ماتت دي يا ابني حبيبي. ماشي كفايه الناس اللي بتموت دي يا راي. والناس اللي انت حقها روح فين طيب؟ الناس اللي بتموت دي يا عم. الناس دي تروح والناس اللي انت خلاص ربنا عوض عليها. بص ايه ده يا عم بتروح يا عم. الناس اللي ربنا عوض عليها واللي ماتت دول روح فين طيب؟ يروح فين ايه؟ ما انت لو اشتغلت البلد هي البلد تيجي منهم من امك. ست اشهر المبدا بقى الجنيه دلوقتي خلاص يعني. ست اشهر لا المبدا بقى الجنيه. ست اشهر بس الدنيا يعني المبدا بقى الجنيه دلوقتي يعني. والناس اللي ماتت دي ربنا عوض علينا فيهم يعني. خلاص الناس اللي ماتت دي تروح واحنا نروح خلاص يعني. مش هو ده خلص يا شباب. مش هو ده خلص. سام بقول له ميري يقول لي ما في رصاص تهرب من الاسلام ممكن تكون انتوا ضاربين. ما فيش حاجه تصدق. شوف الرصاص الميري اللي بيتضرب بيه رصاص حي في كل حته. شوف الرصاص الحي.